نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى خير نلتقي إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة. وأرحب بالطلاب والطالبات، طلاب الانتساب المطور في مقررهم المفضل والمحبب، لديهم دائما مقرر أخلاقيات المهنة. وفي محاضرة الأسبوع الماضي كان لنا حديث مع بعض الموضوعات المتعلقة ببعض مفردات المقرر، وتكلمنا عن الضوابط الشرعية لأخلاقيات المهنة، فتكلمنا أبنائي وبناتي عن مشروعية العمل المهني وتنظيم العمل المهني، وتكلمنا أيضا عن جودة العمل المهني، وقلنا العمل المهني المشروع يشمل العمل المهني الواجب يشمل العمل المهني الواجب والمستحب والمباح. أما تنظيم وأما العمل المهني العمل الغير مباح، الصوت في مشكلة، الصوت الآن كويس، في صوت، الصوت طيب، الآن الصوت كويس، الصوت الآن جيد، الآن الصوت واضح، وانتقلنا للحديث عن تنظيم العمل المهني، وقلنا إن تنظيم العمل المهني يشمل عقد العمل ومراقبة العمل وعقد العمل في نوعية العمل ووقت العمل وأجرة العمل. أما النقطة الثالثة في الضوابط هي جودة العمل المهني، ثم انتقلنا للحديث عن الأخلاق المهنية المحمودة، الأخلاق المهنية المحمودة. هذه الأخلاق قلنا كثيرة، وفي كل خلق من هذه الأخلاق سوف نتكلم عن تعريفه وعن يعني مضاده وعن الأدلة عليه من الكتاب والسنة. وقفنا عند الصدق كما ذكرتم، الصدق مادة الصدقة تدل على قوة الشيء وصلابته، قوة الشيء وصلابته، وده في المحاضرة الصوتية السابعة. وفي الاصطلاح هو مطابقة الخبر للواقع. طبعا النصوص الشرعية التي تدل على الصدق وتحث عليه كثيرة،
منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق وإياكم والكذب، وقولها: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. مضاد الصدق كما هو واضح أو كما هو معلوم، مضاد الصدق الكذب. الخلق الرابع المحمود النصح، وهو مشتق من مادة نصحة التي تدل على خلوص الشيء، أي لا يشوبه شيء، لا يعني يتداخل معه شيء آخر. ويعرف النصح في الاصطلاح بأنه كلمة جامعة تعني الإخلاص والصدق في إرادة الخير للمنصوح له معنويا بمحبة الخير له، وماديا بالقول والمشورة والفعل والعمل. طبعا الأدلة على النصح كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. ومضاد النصح إيه؟ مضاد النصح الغش. الخلق الخامس، وهو ضمن المحاضرة الصوتية الثامنة، خلق العدل. العدل، وقلنا إن العدل مشتق من مادة عدلة التي تدل على الاستواء والاعتدال، التي تدل على الاستواء والاعتدال. وهذا يعني أن الشيء المعتدل هو المستقيم المستوي. ويعرف العدل في الاصطلاح بأنه إعطاء كل ذي حق حقه باعتدال وإنصاف، ومساواة بين المتساويين دون إفراط أو تفريط. طبعا مضاد العدل الظلم. والعدل هنا ينبغي أن نفرق بين أقسام العدل ومراتب العدل، نخلي بالنا من هذا. التقسيم هنلاقي أبنائي وبناتي أن العدل ينقسم إلى قسمين: العدل مع النفس والعدل مع الآخرين. العدل مع النفس إزاي؟ كيف يتحقق العدل مع النفس؟ اللي بحملها على المصالح وكفها عن القبائح، أما العدل مع الآخرين فهذا على ثلاثة مراتب، على ثلاث مراتب: عدل الإنسان مع من دونه، وعدل الإنسان مع من فوقه، وعدل الإنسان مع أكفائه. الصوت واضح؟ في البعض بيشتكي من الصوت. الصوت واضح؟ هل هي شكوى عامة؟ ها؟ اللي عنده صوت جيد يخبرنا، لربما يكون الإخوة اللي عندهم مشكلة في الصوت. الواضح الحمد لله. يبقى إذن الحمد لله واضح. يبقى البعض اللي الصوت عنده مش واضح يحاولوا ان هم ياخذوا من النظام ويعيدوا الدخول اليه مره ثانيه. عايزين نكمل عشان ما نتاخر.
دي مراتب العدل أبنائي وبناتي، زي ما ذكرت لحضراتكم أن هذه المراتب على ثلاث. طبعا الإسلام حتى على العدل في كثير من الآيات أو الأحاديث القرآنية المذكورة لديهم. بعد العدل عندنا السماحة، والسماحة مشتقة من مادة سمحة التي تدل على السهولة والتيسير، السهولة والتيسير. السماحة هي التعامل مع الآخرين قولا وعملا بالتسامح، التعامل مع الآخرين قولا وعملا بالتسامح. ده تعريف السماحة. في الاصطلاح في صوت الآن، صوت الآن كويس، صوت الآن واضح، الآن الصوت واضح، الصوت كويس. طيب، إذن السماحة هي التعامل مع الآخرين قولا وعملا بالتسامح، التعامل مع الآخرين قولا وعملا بالتسامح. وهناك الكثير من النصوص الشرعية التي تحث وتدل على التسامح، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. والخلق المقابل للتسامح هو إيه؟ الخلق المقابل للتسامح هو الخلق المقابل للتسامح هو التعسير، نقيض التسامح التعسير. الخلق الآخر التواضع، والتواضع مشتق من مادة وضع التي تدل على الخفض والتذلل، الخفض والتذلل. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. واصطلاحا هي خفض الجناح ولين الجانب في التعامل مع الآخرين، خفض الجناح ولين الجانب في التعامل مع الآخرين. طبعا بما لا يزري صاحبه بصاحبه مع القدرة على خلافه، يعني لا نجعل التواضع يؤدي بالإنسان إلى ما هو أقل أو ما يؤدي به إلى الذلة والهوان. ومضاد التواضع الكبر، نقيض التواضع الكبر.
الخلق الآخر الحلم، هو مشتق من مادة الحلمة التي تدل على الأناة وترك العجلة. واصطلاحا ضبط النفس بالطمأنينة والوقار عند هيجان الغضب، ضبط النفس بالسكينة والوقار أو بالطمأنينة والوقار عند هيجان الغضب، وذلك بإهمال الأعلى الأذى من الأدنى وترك الانتقام منه. يعني الإنسان اللي يبقى حليم يتحمل أخطاء الآخرين ويحاول ألا يعني يقع في الغضب، لأن نقيض الحلم هو إيه؟ نقيض الحلم هو الغضب. الخلق الآخر هو الصبر، والصبر كما يقال هو جماع الأخلاق. الصبر هو جماع الأخلاق ومشتق من مادة صبرة التي تدل على الحبس، حبس الشيء. وفي الاصطلاح الصبر هو حبس النفس عن فعل ما لا يحسن ولا يجمل على ما يقتضيه العقل والشرع. طبعا الصبر على ثلاث أقسام: الصبر على الأوامر والطاعات، النوع الثاني الصبر على المناهي والمخالفات، والثالث الصبر على الأقدار والأقضية. ومضاد الصبر ايه؟ من يجيب؟ مضاد الصبر الجزع، ممتازين جدا. وهناك الكثير من الآيات والأحاديث التي تحث على الصبر. بذلك ده كان نهاية المحاضرة الصوتية الثامنة. في المحاضرة الصوتية التاسعة بتكلمنا عن نقطة مهمة، وهي نتائج الأخلاق المهنية المحمودة. يعني ما الذي يترتب على الالتزام بالأخلاق المهنية المحمودة في بيئة العمل المهني؟ إيه اللي هيحصل لما يبقى في بيئة العمل المهني في أخلاق مهنية محمودة؟ طبعاً يترتب على ذلك بعض الأمور. أول أمر الوفاء بعقد العمل. يعني لما يكون في أخلاق مهنية محمودة يترتب على ذلك أن يكون هناك وفاء بعقد العمل بين العامل وصاحب العمل، كل طرف يفي بعقده. والنبي عليه الصلاة الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولما يكون هناك التزام بأخلاقيات المهنة المحمودة التي ذكرنا أمثلة عليها في المحاضرات السابقة، هنلاقي أن ينتج عن ذلك بعض الواجبات على أصحاب العمل، كالرفق بالعبال في العمل الموكل إليهم، مراعاة ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة، تهيئة المكان المناسب، مناسبة وقت العمل للعمال في زمنه وأوقات الراحة، عدم التعارض بين وقت العمل والتكاليف الدينية، إعطاء الأجور فور انتهاء العمل. الصوت طبعا كويس، أظن ما فيش مشكلة، الصوت كويس مع الجميع، الصوت جيد. الصوت كويس، الصوت الصوت كويس ولا في مشاكل؟
الطلاب والطالبات الصوت جيد؟ تمام. رفع الأجور، طرح الفرص الوظيفية بإنصاف دون محاباة، يعني بعض المعاملة إنسانية لائقة كما ذكرنا أو كما استمعتم للمحاضرات. يعني يوجد جملة من الواجبات التي يلتزم بها أصحاب العمل. أيضا سينتج كما هناك واجبات على صاحب العمل، ينتج واجبات أيضا على العمال، من ذلك الوفاء بالعقد من قبل العمال، يلتزموا بالضوابط، يطوروا مهاراتهم في بيئة العمل. النقطة الثانية من نتائج الالتزام بعقد العمل الالتزام بوقت العمل. طيب لو أن واحد يقضي وقت العمل في قراءة القرآن، هل ده كده صح أم خطأ هذا التصرف؟ هذا التصرف صح ولا غلط؟ طبعا أكيد كما تفضلتم خطأ، لأن قراءة القرآن مطلوبة لكن نافلة، يعني أنت ممكن تقرأها في مكان آخر أو تقرأها في غير وقت العمل، انجز في عملك الأعمال المطلوبة منك ولا تؤخر أعمال الناس في مقابل أنك تقرأ القرآن. أيضا عندنا نقطة في غاية الأهمية مرتبطة بنتائج الأخلاق المهنية المحمودة، وهي طبعا أنا للعلم مدخل الشات اليوم لأن هناك بعض الممارسات الخاطئة في اللقاء الحي، أحاديث جانبية، كلام في أمور خارج المحاضرة، وفوق كل ذلك بيخلي النظام ثقيل، يخلي البرنامج اللي بنأدي عليه ثقيل كثرة الكتابة. فحفاظا على وقتكم عشان ننجز اليوم أنا مقفل الشات. النقطة الأخرى المهمة المترتبة على الالتزام بأخلاقيات المهنة المحمودة في بيئة العمل اللي الحفاظ على ممتلكات العمل. ممتلكات العمل تنقسم إلى نوعين، ممتلكات مادية، ها، والنوع الثاني مين يقول ممتلكات إيه؟ ممتلكات العمل تنقسم لنوعين، ممتلكات مادية والنوع الثاني ممتلكات، لو حطينا فيها فراغ تبقى الإجابة إيه؟ يا سلام، ممتازة الأخت هند والأخت مريم وبشاير، ما شاء الله مشاركات ممتازة. قال لي وممتلكات معنوية. طيب ممتلكات مادية دي زي إيه؟ اللي يندرج ضمن الممتلكات المادية في بيئة العمل. قال لي والله أصول المنشأة كالسيارات والمكاتب والمكيفات والأجهزة والأموال، هذه اسمها ممتلكات مادية. ليه قلنا مادية؟ قال لي لأن قبلها حاجة اسمها ممتلكات معنوية. طيب الممتلكات المعنوية دي تشمل إيه؟ أو إيه الأشياء التي تندرج ضمن الممتلكات المعنوية في بيئة العمل؟ قال لي مين يعطينا أمثلة على الممتلكات المعنوية؟ يلا أمثلة على الممتلكات المعنوية. ها المعنوية، كتمان أسرار العمل، ممتازين، عدم استخدام المعلومات الغير متاحة للمساهمين،
عدم وجود تضارب في المصالح، المحافظة على أسرار المهنة، عدم إفشاء أسرار الناس، الاحتفاظ بكل ما يتعلق بالعمل من أسرار، كل دي تدخل في الممتلكات المعنوية. طبعا عندنا كمان الحفاظ على الشخصية الإسلامية، ودي النقطة الرابعة المترتبة على نتائج الالتزام بالأخلاق المهنية المحمودة، اللي الحفاظ على الشخصية الإسلامية في بيئة العمل. وكيف يتحقق الحفاظ على الشخصية الإسلامية؟ اللي من خلال اللباس الوطني، من خلال اللغة العربية، من خلال التاريخ الإسلامي. إن الإنسان يلتزم باللباس الوطني، إن الإنسان في بيئة العمل يحرص على استعمال اللغة العربية، إن الإنسان يستعمل التاريخ الهجري. الكلام دي أبرز ثلاث نقاط مرتبطة بالحفاظ على الشخصية الإسلامية. النقطة الخامسة المرتبطة ب نتائج الأخلاق المهنية المحمودة في بيئة العمل، اللي الالتزام بالمبادئ الشرعية في بيئة العمل، بمعنى أن تصرف العامل يكون شرعيا ولا يفعل أمورا خارج يعني ضوابط ومقررات الشريعة الإسلامية. دي أبرز النتائج المترتبة على الأخلاق المهنية المحمودة في بيئة العمل، الالتزام بعقد العمل، دي أول نقطة، الالتزام بوقت العمل، الحفاظ على ممتلكات العمل، سواء كان هذا الأمر يشمل الممتلكات المادية أو الممتلكات المعنوية. ده كان أبرز ما جاء في المحاضرة الصوتية التاسعة. المحاضرة الصوتية العاشرة بتتكلم عن أبرز الأخلاق المهنية المذمومة. يعني كان كلامنا السابق عن الأخلاق المهنية المحمودة، اللقاء المحاضرة الصوتية العاشرة بتكلمنا عن الأخلاق المهنية المذمومة.
وطبعا الأخلاق المهنية المذمومة كثيرة ومتعددة، هنحاول مع بعض نشوف اختبار سنضع اختبار الآن لكم. ظهر الاختبار. الاختبار ظهر لكم. يا ريت اللي ظهر عنده الاختبار يخبرني. الاختبار ظهر. اللي ظهر عنده الاختبار يخبرني. يلا أبدأ الإجابة. ابدأ الإجابة، استعينوا بالله. يلا شدوا حيلكم في الإجابات، عايزين إجابات متميزة عشان يعني دقيقتين كمان أو ثلاثة ونسكر الاختبار عشان نظهر لكم الإجابات الصحيحة.
اللي خلص يسلم الاختبار عشان باقي يعني دقائق معدودة. باقي دقيقة أو دقيقتين وأغلق الاختبار وأظهر الإجابات الصحيحة. خلاص الآن بنسكر الاختبار ونسحب أوراق الإجابات منكم ونبدأ في إظهار الإجابات الصحيحة. ظهرت الإجابات الصحيحة. المفروض تكون الآن ظهرت. إذا ظهرت الإجابات الصحيحة أخبروني للاطمئنان عشان أقرأ الأسئلة عليكم الآن. ظهرت تمام. طبعا عندنا السؤال الأول بيقول يجب عدم التعارض بين وقت العمل والتكاليف الدينية، الإجابة صح ولا غلط؟ طبعا الإجابة صح، وللأسف عندي 15 واحد مجاوب إجابة خطأ، تخيلوا. طيب السؤال الثاني، بيقول لا يجيز الإسلام التفاوت بين العمال في الأجور، لا يجيز الإسلام التفاوت بين العمال في الأجور. الإجابة طبعا الإجابة خطأ،
لأن الإسلام يجيز للتفاوت. الخلق المهني المقابل للأمانة طبعا هو إيه؟ الخيانة. يسمى عقد العمل عقد إيه؟ عايزين إجابات، لأن برضو السؤال ده فيه أخطاء كتير من حضراتكم. يلا، عقد العمل يسمى عقد إيه؟ عقد معاوضة. ممتازين جدا اللي جاوبوا، قالوا عقد معاوضة. الأمانة مشتقة من مادة أمينة التي تدل على، في عندنا فراغ، الطمأنينة والسكون. السؤال الثالث والأخير، النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الدين النصيحة دليل على خلق النصيحة. أشكركم، ولقائنا القادم الحي، طبعا الأسبوع القادم لن يكون فيه لقاءات حية، سيكون فيها الأسبوع بعد القادم، نلتقي مع الأخلاق المهنية المذمومة والمحاضرة الصوتية العاشرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.